وليش تقولي انت عجوزه ليش تسوق السياره؟ هذا الكلام مو عيب؟ طب انت عجوزه ولا لا انت عجوزه؟ هلا السلام عليكم، كيف حالك؟ مساكم طيبين، معاكم اخوكم عبد الرحمن ابو حبايه ونورتونا يا جماعه الخير. مقلب اليوم مخصص للعجائز، طبعا العجائز والكبار في السن كلهم حبايبنا وعلى العين وعلى الراس، بس لا تمسكوا السياره يا الكبار في السن، ارتاحوا احنا نوديكم، بس انتوا لا تسوقوا السياره. طيب طيب، بس تخيلوا هذا السيناريو، لو واحده عجوزه ساقت السياره وصدمتكم، ايش راح تكون ردة فعلك؟ طبعا راح تكون صدمة. عشان كذا في مقلب اليوم جبنا صاحبنا احمد، هذا حسابه على سناب شات، يقلد صوت عجوزة، يعني راح تقع لاهلك وراح تقول لهم انا صدمت عجوزة وهذه العجوزة جنبي، كلموها ولا تفاهموا معاها ولا شوفوا لي حل. طبعا مقلب اليوم اسطوري وما قد صار، تعرف وش كمان اسطوري؟ لو اشتركتوا للقناة وفعلتوا جرس التنبيهات، واللي حاب يشوف خلف الكواليس ايش يصير بعد المقلب تحصلوا على سناب شات وعلى الانستغرام. والسلام عليكم. تقدر تدق على الوالد او الوالدة تقول لهم في عجوزة صدمتني؟ طيب حاضر. الو الو ماما. ايوه اسمعي، انا هنا مع دنيا خرجنا، ففي أيوة. وحده خبطتني بالسياره وعجوزه، فماني عارفه أيوة. ايش اسوي. وانت عورتك شيء؟ يدي مره تعورني، العجوزه كمان هي مره قاعده تتالم وقاعده تبكي، ما ادري مريضه ولا ايش فيها. طب كيف جيتي؟ طب ماما انا ما اعرف ايش اسوي، حتقولي البابا اكلمه عشان اجي اوديني اللوكيشن اديني شيء. السلام عليكم. طيب ايش السالفه؟ ايش صار هنا؟ سلامات، ايش صار لك؟ حادث؟ ايوه انا دوبني سويت حادث. مين صدمك؟ هذه الحرمه، شوفها تعبانه. هذه الكبيره؟ ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلين يا ولدي. سلامات والله، سلامات. الله يسلمك يا رب. ايش صار؟ هذه صدمتني. هي صدمتك ولا انت صدمتيها؟ هي اللي صدمتني انا، ما هي 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 مين صدمت ثاني؟ هي اللي صدمتني. ايوه يا ماما ردي علي انا اول. ها قولي قولي سامعاكي. ماما لا تدخلي بابا يا ماما. طب ماما تفهمي مع الحرمة تتنازل عني. يا راسي راسي مرة يعورني. طب انا وظهري مرة يعورني كمان. طب ايش اسوي؟ ما في اسعاف؟ ما في إيه؟ ما جاء الاسعاف لسه، ما جاء. انت فتوا على الاسعاف ولا انا بعيدة؟ انا عمري 80 سنة وبنتك هذه الله يهديها جات سريعة، انا ما قدرت اتمالك السيارة. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، ما ادري انا ما في عندي شيء، ماني عارفة. ماما بابا لا يتدخل الله يخليكي، انت تعالي كلمي. مين صدمة الثانية؟ انا دحين ابغى اعرف مين صدمتك. انا صدمتها بالغلط. بالغلط مو قصدي. طيب. لا لا انا اللي غلطانه مو هي. لا هي. مين الغلطان؟ مين الغلطان؟ دقيقه، مين الغلطان، انت ولا هي؟ احنا الاثنين غلطانين. خشيتوا في بعض. ايوه خشينا في بعض، احنا ما انتبهنا لبعض. ايوه. طب انت مسامحتها؟ يا رب لا حول ولا قوه الا بالله. الو السلام عليكم. اهلا عليكم السلام. اه يا امي كيفك؟ الحمد لله تعبانه رجولي وظهري وراسي، كل شيء يعورني في جسمي. طب خلي اللي معك دول. مين اللي معك دول؟ هذول ما اعرفهم انا، عيال من الشارع جو تجمعوا علينا. فين العكاز حقك؟ العكاز حقك العكاز شوفه مكسور في وسط الشارع. غزل عندها سياره، حتى العكاز حقك انكسر. انعدمت اصلا. تقول لك العكاز حقها انكسر، اشيلها انا ولا ما ينفع ولا ما يجوز؟ لا 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 شيلها شيلها. اشيلها؟ لا لا انا ما اركب مع ناس غريبين، اخاف يخطفني. يا ربي اخذوك عشان تروحي تسلك شيء، يوصلوكي بس المستشفى بعد ما اجي. عيب عيب يا رجال المسني، عيب لازم يجي الاسعاف. بس اشيلك لين المستشفى يا امي. لا 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 ما يجوز انك تشيلك. انا دايخه، انا ماني انا دايخه، ماني عارفه ايش بتصرف، ماني عارفه. قولوا لي ماما تقدر تدق على الوالد او الوالدة وتقول لهم في عجوزة صدمتني بس شردت؟ تمام. ما تقول امي. الو امي. وينك؟ عند المخيم. طب ابوي جنبك؟ لا امي انا دحين في واحدة صدمتني فقعت. ايش سويت؟ ما يلعب شيطانك يا عزوز. عجوزة يا امي عجوزة. الله يلعب يا عزوز، هذا اخرتها شمس والله. جيب لي العجوزه، جيبها انا اوريك اياها دحين. امي جت تصرخ علي. امها تسوق السياره يا دحين، كبيره مره وصدمتني من ورا، هي غلطانه. طب وليش تسوق السياره؟ يعني ممكن بتدخل قبرها. يا ولدي انت قلت لي روحي خلاص انا مصاحبه. اه طيب انت صدمتيني من ورا. لا يا ولدي بلا تسامحك، انا بعد دحين في الزهره نكدت على امها، ما ركد على سيارتي الجديده احنا ايش نسوي يعني؟ ولدك قال لي روحي خلاص، بعدين رجعني مره ثانيه. لا ما في روحي، سيارتي وركانه، انا ما ارضى اسوقها عشان ما تظلمني. يعني ما حد سامحيني يا بنتي ولا ايش؟ يا سلام، تسوقين السياره وتسامحك؟ كيف اسامحك؟ طيب
انا عندي الضغط والسكر، ايش اسوي؟ ما في احد يجيبني ويوديني. السكر في مستشفى، لا تسوق السيارة. طيب لا تتكلمني من السيارة وودي كمان. وشو؟ يا الله على هذا الزمن، احس نفسي مرة حبكي. انتوا ليش كده الجيل الجديد ما تسامحوا ابدا؟ عشان انتوا جيل خربان. كيف قال لك تسوق السيارة؟ يعني سامحك يا بس امي. لا لا يا ابني، انا أمي أنت أمي أمي تمشي على عكاز يا أمي. تمشي على عكاز؟ إيه. عشان هالبال. حرام أمي حرام. تقدر تدق على الوالد أو الوالد وتقولي في عجوزة صدمتني. طيب أوكي يلا. أيوه بابا. بابا ما في، راح يصل سمك. بابا اسمعني بابا بسرعة بقول لك شيء. تخيل أنا يسر صدمني واحدة عجوزة ومرة شردوحة ولسانها طويل. الصراحة أنا سكت. طيب قولوا ليش أسوي؟ مرة 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 بتصرخ من أول صرعتني. هلا وعليكم السلام. هذه البنت قليلة أدب وتطول لسانها علي وجاتني وصدمتني، أنا إيش أسوي معها؟ ليش تعطوها السيارة مدام هي ما تعرف تسوق؟ أنا ماني عارف إيش أحوالها دحين، وما إحنا عارفين مين الغلطان ومين اللي مو غلطان. يا أختي هي الغلطة علي في الغلط اللي غلطته، أنا أمشي من عيني دي قبل دي، بس أجي أشوف إيش الموضوع وحقك انا تجيو. ايش تبغي؟ وليش هي كذا تطول لسانها علي؟ حرام بنت صغيره كذا تطول لسانها على واحده قد امها. معليش لا تصدقها، لا تصدقها، هي قاعده تفتي. الله يصلحها بالله. هذا كلام يعني؟ انت اللي صدمتيني، انت اللي صدمتيني وانت الغلطانه، وتقولي علي هذا الكلام كمان وتطول لسانك علي؟ هي ترى هي ما بتشوف، ما هي شايفه، ما هي مركزه، حرمه كبيره. يا احد عادي صغير. يعني هي دخلت علينا. لا هم اللي دخلوا علي، مو انا اللي دخلت عليهم. هي اللي غلطانة. انا ما اعرف ايش الوضع، ولا اقدر اكذب بنتي واصدق الغريب. يعني يا اختي كمان ما في واحد يرضى انه انظلم ويسكت. يعني انت نفسك ما ترضي، لكن اذا انت شفت كبير على عيني وعلى راسك حقي. السلام عليكم. ما مش صار. هذه البنت اللي صدمتني، انا اتصلت عليك شوف السياره. هذه صدمتك؟ ايوه هي هذه. ليش تصدمي ماما؟ امك اللي دخلت علي تسلم. لا ما تدخل علي. لا ما تدخل ماما، ما تدخل على احد. ماما تعرف شو. يا سيدي يا استاذ يا امسك اللي ممسك. ايوه الو. مرحبا. بنتك هذه صدمت ماما، وكمان تطول لسانها. طولت لسانها كمان، طولت لسانها على ماما. يا حبيب قلبي اهدى، الله يرحم لي امك. ما في امور تتحل كده يا حبيبي. امي كبيره في السن، امي كبيره في السن، لا يجيها الضغط. معليش ما قلنا شيء، بس هذا صار حادث في الشارع. يعني صار عمره كيف تصدمي امي؟ كيف يوم قاعد يصرخ عليك؟ كيف تصدمي؟ طول لسانها علي. طول ايش قالت عليك؟ يعني اسحب عليها وامشي ولا ايه؟ يعني هي اللي دخلت، هي اللي غلطانه. صغير صوري لي هذه الفاسيلي، وصوري لي سيارتك. يا عمي حرك هذاك مكانه. بس هي قالت انه هي عجوزه مخرفه، كيف كذا تقول على ماما؟ يعني دقيقه انت كنت معاها وقت ما قالت؟ لا انا رحت اشتري شاهي، رحت اشتري شاهي. طيب انت كنت مع والدتك، انت ما سمعت؟ يعني ما قالت؟ يعني ما يعني ما يعني يعني انت كذابه. انا ما حتبلى على بنت الناس. الا قلت تبدي يا اخي. ليش يا حبيبي يا سيدي الكريم يا سيدي؟ لا حول ولا قوه. انا قلت لها اسمع، انا قلت لها كده لانه هي مره قاعده دخلت هاجمتني الصراحه، وانا قلت لها ان انت بجد مخرفه. دام حرمه كلام عيب، احنا ما تردين على هذا الكلام. ايوه بابا اسمع. قولي اسفه بسرعه. خلاص طيب معلش انا اسفه. خلاص بابا قلت لها. يعني انا كنت حبسي بسببه. خلاص ايش ابص راسها اوفر. خلاص طيب خلاص حاضر. تقدر يدق على الوالد او الوالده وتقول لهم في عجوزه صدمتني؟ تمام. الو. ايوه انغام تخيلي. ايوه كنت اسوق سياره صاحبتي وصدمت عجوزه ماتت. غمد الحين جالس تصرخ. دقيقة انت فين؟
في أبحر. طيب هي فيها حاجة حرمة؟ ما أدري، ما نزلت من السيارة خايفة. طيب امشي صحة ولا لا، وقفي شوف ايش فيها. أدب أصلا ما تعرف تسوقي وتطول لسانك. أنغام شوف جالس تهرج يا أنغام. اسمع عدينا أكلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أيوة يا بنتي كيف حالك؟ الحمد لله تمام الله يسلمك. هذه هذه اللي تسوق السيارة، ليش قاعدة تسوق السيارة مدام هي ما تعرف تسوق؟ ليش تعطوها السيارة؟ والله معلش يا أمي. وكمان لا لسانها طويل. ليش قالت لك؟ تقول أنت عجوزة وما تعرف تسوق، ليش قاعدة تسوق؟ هي اللي ما تعرف تسوق مو أنا. طب أنت الحين فيك شيء يا أمي؟ أيوة تعبانة مرة. طيب أجي أوديك المستشفى. يعني أنا كبيرة خلاص بتحطوني في المستشفى؟ إيش قلة الأدب هذه؟ لا ما حطك في المستشفى، انا بعالجك. كيف تعالجيني؟ انا ما فيني الا الصحة والعافية، بس هذه ليش تعطوها السيارة؟ حرام بنت صغيرة، ليش تسوق السيارة؟ لما تصير عجوزة زيي بعدين خلوها تسوق السيارة، مو من دحين وهي قد كده صغيرة تعطوها السيارة. لا يا امي انت عجوزة الله يسلمك. هي تقول لي انت عجوزة حولها ما تشوفي. هي اصلا عجوزة يعني كيف حتشوف؟ ما حتعرف تسوق. سامعك لسانها علي اضربها انا دحين. هذه كبيره بالسن ايش اسوي انا؟ ايش فرش فيش في قاعد تكلم معك جد؟ يعني ماني فاهمه، يعني هي ما تشوف عميه لابسه نظاره على الفاضي؟ صح الله يلعنك لا تقول هذا الكلام. قلة أدب أصلا، أنا غلطانة أصلا اللي أعطيتك وجه وتكلمت معاكي. حبيبتي تراها عمية من جد، يعني ما أمزح ما سويت شيء غلط، هي الغلطانة ما شاف الشارع، هذا شارع ناس تسوق فيه، ماني فاهمة ايش فيها فرح عيب ايش ما فيني حاجة. طب الحرمة فيها حاجة هي؟ اصلا كمان عيونها فرح عيونها فيها موية. شوف عيونها يا فرح حرام ربي لا يبلانا حرام. شفت قلت لك هذه ما هي متربية، هذه يبغى لها ترباية وتأسيس من اول وجديد. معليش يا أمي معليش نسعف وجه. وين معليش هذا وين تنصرف؟ معليش ان شاء الله خير. كمان ترى العكاز حقها مكسور كسرته ما امزح، يعني حتصلحي لي السياره وحتجيبي لي عكاز جديد كمان. وانت كمان تضحكي ما شاء الله عاجبك الموضوع. ها لا عندي كحه. تقدر تدق على الوالده والوالده وتقول لي في عجوزه صدمتني. اوكي بابا. تخيل دوبي كنت اسوق مع صاحبتي وصدمت عجوزه ومني عارفه ايش اسوي. وين كنت تسوقي؟ قاعده اسوق زي مخطط يعني، وفجاه صدمتها بالغلط من اول قاعد تصرخ علي وماما متود علي. ايش انا اسوي لك انا في المدينه؟ هذه ما ادري من اول قاعد تكلم ابوكي. هتكلم ابوكي شوف كلمها. مين هي؟ هي عجوزه ما اعرفها، هي صدمتها بالغلط. طيب عورتيها يعني ولا ايش سويت فيها؟ لا ما سويت لها شيء، بس السياره. ايش السياره صار فيها؟ سيارتها اكسنت صغيره يعني كسرت سيارتها ولا ايش سويت؟ من ورا ايه بس كذا طاح، يعني كذا شيء كذا كم شيء طاح. ايش كم شيء طاح؟ ما ادري يا بابا. لا حول ولا قوه الا بالله. خذ كلمها. طيب الو السلام عليكم. هلا يا اختي الله يحييك يا مرحبا. كيف حالك طيب؟ الله يعني أنا طالعة من البيت أشتري علاجاتي، أنا إنسانة كبيرة في السن وتعبانة وزوجي ميت وحياتي مدهورة وأولادي ما حد معايا وبنتك الصغيرة هذه ليش تعطوها السيارة؟ والله حرام. يعني أنا كنت نازلة من البيت أشتري علاجات الضغط والسكر حقتي، بس اتفاجأت إنه بنتك تصدمني السيارة كذا من ورا. السوق اول مره ادري انها سال السياره. ليش تعطوها السياره؟ والله حرام. ولا وتقول لي اتنازلي، انا كيف اتنازل؟ مين يصلح لي سيارتي؟ انا من الشيء هذا اللي قاعد يصير معايا في حياتي اليوم بالذات ابغى ابكي خلاص، انا قلبي مكسور. انا سيارتي مين يصلحها؟ انا يكفي انه حياتي كلها خربانه تيجي على سيارتي كمان. لا ان شاء الله خير كله خير. ابشر بس خلي امها تصحى وشوف ايش يبغى على سيارتك وابشر. انا والله في المدينه ابشر بالله مالك انت ماني ناس لسه ولا ايش جدا اصلا ماني جدا. يوه ترى هذه مره كذابه. ليه؟ تقدر تدق على الوالده والوالده وتقول لهم انا صدمت عجوزه. اقدر ادق على اخوي. الو سالم فاضي شويتين؟ ايه
اسمع انا خرجت هنا مع البنات ونوف صاحبتي جايه بسيارتها وقلت خليني اجرب شويتين واخذت سيارتها وكذا اخذت لفه قال لك وصدمت في عجوزه ونام ناكبتني واقفه معايا دق على اهلك وبجيب لك شرطه وافلام وما نعرف ايش اسوي واقفه جنبي قال لك تبي تكلم احد من اهلي تكلم لي هي سياره هذا مجرمه لا ما انعدبت ودقه بسيطه وهي مكبره الموضوع مره يعني المشكله لمسه لمسه السياره ما فيها شيء ولا سيارتي فيها شيء ولا حاجه هي بتبالغ اعطيني خذ بالله فكني منها الو ايوه يا ولدي اهلا امرين يا خالد امرين هذه قله ادب اللي قاعده تصير اصلا ايش اللي صاير قله ادب هذه يعني هي جات وتلفظت علي وطولت لسانها علي وانا ماني بس انت بتبالغي انت بتبالغي انا ماني غلطانه انا اقول لك صلي على النبي تقومي تبالغي علي يعني بس انت جيت تلفظتي علي يعني من البدايه تلفظت من البدايه وليش تقولي انت عجوزه ليش تسوق السياره هذا الكلام مو عيب طب انت عجوزه ولا لا انت عجوزه ايوه انا عجوزه بس مفروض ما تقولي هذا الكلام ليا لانك يا خاله انت اللي خشيتي علي انا ماشيه في طريقي الدنيا فاضيه بس انت اللي من اول بتجنبي قبلي انا ما جنبت قبلك انا واقفه هنا انت اللي جيتي بنفسك وحكيتي للسياره انا جيتي خلاص فايك 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 الو ايوه يا ولدي معلش يا خاله معلش هي ما تقول الكلام ده وحقك علي ممكن تحت رقمي اذا احتجت اي حاجه هذه وين اصرفها أنا ان شاء الله ترى ما سويت لها شيء هي مره بتبالغ ساره هي مره بتبالغ وهي ترى قاعد تقل ادبها وتتطاول علي اسمعي لا تودي عليها ولا كلمه اعطيني هي بس وخلاص اعطيني هي انا عجوزه يعني متشببه ليش تقول عني هذا الكلام يعني عشان هي حلوه قاعده تقول علي عجوزه شايفتني ما هي حلوه ماني حلوه ولا ايش يعني لا ممكن اقفل معلش يعني ممكن قلوا ايوه انا ابغى اسالك انا ابغى اسالك يا ولدي امرين انا حلوه ولا لا الا حلوه كيف تقول الا انت ما شفتني عشان تقول الا حلوه تكذب علي كمان زي اختك سالم اسمع انا همشي وسيبه همشي وسيبه من جد هي اهم حاجه ما تقدر تبلغ عليه ولا شيء صح في صبر بصراحه صبرك شيء صاحبه السياره خليها تسوق امشي طب يعني خلاص اشرد وسيبه طنش اشرد وسيبه خلاص انا عايزين مجنونه خلينا كلم انا وخلاص اسمع يقول لي بروح اجيب اخويا واخوه لا ترجع بتعطيني طيب خدها الو الو انا ظهري تعبان ورجولي تعبان وراسي تعبان واختك هذه جابت لي الصارقه طيب انت في شارع دحين انا ما اعرف انا فين بصراحه انا نسيت كل شيء حتى انا نفسي نسيت نفسي انا جاني الزهايمر اصلا انا ما اعرف شيء انا ما اعرف انا فين هاتي جوالي هاتي جوالي انت مين انا ما اعرفك هاتي جوالي صلي على النبي هاتي جوالي انا ما اعرفك انت هاتي مين هاتي الجوال لا ما تاخذي الجوال لا حاخذ هذا جوالي حكي. انا هذا جوالي انا هذا حقي انا يا بنت الحلال هاتي الجوال فكيه انا ما حاطك الجوال هذا جوالي هذا شكله نسيت كل شيء ترى مي صاحي أطمعي. مي صاحي مي صاحي واحده مي صاحي انا اسمعي خذي جوالك وسيبيه وامشي خلاص يعني خلاص امشي وسيبه واشرد صح خلاص خذي جوالك وامشي هذه مجنون خلاص انا تذكرت انت اللي سويتي معي الحادث دوبك تتذكري وتذكرتي انه ده جوالي ولا لا راسي الضربه جت في راسي اسمعي قولي لما سويتي حادث قولي لما سويتي ما سويتي حادث ترى انت بتهيألك شكلك دختي شويه ما حد صدمك ترى خلاص روحي الله يعطيك العافيه خلاص اتوكل مع السلامه خلاص اروح خلاص روحي مع السلامه طيب يلا مع السلامه خلاص انت روحي سيارتك وما صار شيء تمام تقدر تدق على الوالده والوالد وتقول لهم في عجوزه صدمتني نقدر اي امي اسمي امي حبيبي نعم صدمت عجوز وبسياره خوي وعيت تتنازل واباك تتكلمين معها سيارتها رنج يا امي غال ايش سيارتها رنج كلميها وخليها تتنازل تكفين شين بعطيها لا والله ما هي تتنازل هي تتنازل انا اللي صادمها الله يلعن شكلك ليه بالغلط والله امي كنت على الجوال وما انتبهت بعدين صقعتها بالله كلمي هذه جنبي طيب الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله يا مرحبا اهلا كيف حالك طيبه طيبه الحمد لله ولدك صدمني وهرب ايش اسوي انا ولدك صدمني ويقول تنازلي عني وش السياره حبيبتي انا سيارتي رانج وش يقول لابني يقول تنازلي وانا ما ابغى اتنازل انت تعرفي سيارتي مره غاليه ما ابغى اتنازل ابشري بالخير
الله يبشرك بالجنة إن شاء الله. لا أسري بالخير واللي تبغينا من عيوني أنا. الله يخلي عيونك يا رب. أنت والله شكلك مرة طيبة، بس ولدك هذا شكله ما هو طيب أبدا، يقول لي أتنازل، يبغاني أتنازل غصب عني. لا 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 والله إنه طيب. أنا عشانك عشانك عشان أسلوبك هذا الحلو أنا كذا أقدر حتى أتنازل عن ولدك كمان. لا 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 تنازلين واللي تبغين من عيوني يا الحمد لله انك طيبه وابني طيب. والله بصراحه نفسي اتقهوى معك، اعزمك على قهوه عندنا وانسى هذا الحادث اللي صار. لا لا تشري بالخير واللي تبغينه حبيبتي وسيارتك انا اللي بصلحها من عيوني. والله فيك احس الدنيا بخير دام من سمعت صوتك، الدنيا حسيت انها مره مره بخير. انت متزوج يا ولدي ولا لا؟ لا والله باقي. خلاص بنتي 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 تستنى. والله هذا الموضوع عند الوالد عشان اخلاقك انت انا بتنازل عنه وبزوج بنتي كمان. انت موافقه انه يتزوج بنتي؟ الو يا امي. امي الو. الله يلعن شكلك. انت رجعتيها لي يا امي، شكرا لك. خلاص بعطيها رقمك تتواصل معي. الله احمد خش معانا. الله عليك. مضاربة ولا مضاربة؟ مضاربة مضاربة. هي خليكي مرة حامية. ها